أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. ولكن بداية دعوني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، وهما الأستاذ أحمد محمد صالح، كاتب ومدير والمدير التنفيذي لشركة MS. نرحب به في برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك أستاذ علي، ومسي على السادة المشاهدين البرنامج ذو الحضور الجماهير الكبير. أشكرك وأشكر التلفزيون التشادي. كما دعوني أن أرحب بالضيفة الثانية في هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، وهي الأستاذة أمينة تجاني يحيى، رئيسة جمعية صوت المرأة وامرأة سياسية وعضو في المجلس الوطني للإنقاذ. أهلا وسهلا بك أستاذ عمنا. أهلا وسهلا بك وشكرا للدعوة. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج قضية للحوار، اليوم نتحدث عن الشباب. كما تعرفون الشباب هم أهم فئة تعمل على بناء وتنمية المجتمع، فهم عموده الفقري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وذلك لأن الشباب يمتاز بالقوة والحيوية والطاقة والقدرة على التحمل وعلى الإنتاج أو الإنتاجية كما يقولون، وأن دور الشباب لا يقتصر في مجال معين ومحدد، بل يتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومختلف قطاعات التنمية. دعونا باللغة البسيطة أو باللغة الدارجية حتى توصل الرسالة نتكلم عن دور الشباب في 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 تشاد، دور الشباب في العالم. طبعا دور الشباب في العالم لا نتحدث عنه، ولكن كنموذج الشباب التشادي نتحدث عنه في هذه الحلقة. الشباب في جميع دول العالم يشاركون في عملية التنمية. الشباب يشاركون في عملية التنمية، سواء بإنشاء المشاريع الصغيرة، سواء في العملية السياسية، في العملية الاجتماعية، في عملية التوعية، توعية وتثقيف المجتمع، وخاصة الشباب المتعلمين. لكن لو جينا هنا في تشاد نجد الشباب وخصوصا الخريجين، يعني بدلا ما أن يتجهوا إلى القطاعات الخاصة، إنشاء مشاريع، المشاركة في عملية مثلا الاندماج في الشركات الأجنبية أو الشركات الوطنية، التفكير في الأمل الذاتي أو الأمل الحر، الشباب دائما يتجهون إلى عملية الوظيفة. يعني تلقى واحد تخرج من برا جاء 5 سنة 6 سنة دائما ماشي منستير فانسيو بيبليك، دائما ماشي وزارة الوظيفة العامة عشان بدور يوظفوه في الدولة، ودي ضمة كبرى، دي ضيعت لنا شباب كثيرين جدا. شباب تخرجوا عندهم 7 سنة 8 سنة وحدين 10 سنة دائما ماشي وزارة الوظيفة العامة وجاي عشان بدور يوظفوه، بقول لك ألم أريت مرك اسمي ما مرك أم باكر أريت ممرك ننتظر نشوف، بضيع زمن كله. بينما شباب العالم الثاني، شباب العالم المتطور، الشباب بينخرط في المشاريع، حتى واحد كان بوظفوه في الدولة بيقول ما داير وظيفة، عشان بيشيف المشاريع الخاصة دي ما بتقيدة، مشاريع حرة وممكن ينتج منها أرباح كبيرة جدا. الناس الأصبوا مليارديرات، في الشباب الأصبوا مليارديرات اليوم تعرفون في العالم، ما كده العمل الحكومي سواهم مليارديرات، لا ده العمل الخاص. أنا شف بي بي سي، تلفزيون بي بي سي، في شابة من دولة مالي مشت درست في أوروبا، درست في فرنسا ورجعت بلدتها، عملت مشروع بسيط جدا، مشروع مشروبات، ما مشروبات محتاجة إلى شركات كبيرة جدا، مشروبات من الكركديه أو نقار الموجود عندنا العادي ده، عملتها خليط مع بعض الأشجار وسوى الشركة، وشركتها نجحت واليوم بيشغل معها ناس كثيرين جدا. أن إحنا ليه شباب تشاد دايما عملنا في الوظيفة بس؟ عشان كده أنا اليوم اختار لكم شابين من الشباب التشادي، دول شاب الشباب اللي معانا دول اليوم شباب بعملوا في القطاع الخاص. عندهم في شاب معايا، شاب نشأ وتخرج واليوم أنشأ أكاديمية، الأكاديمية دي اليوم نجحت، كذلك أنشأ أو كمان كتب كتب. هذا الشاب كتب كتب، كتاب بسموه رسالة إلى الأمة، ده كتاب هو أنشأ أو كتاب هو كتب إن صح التعبير، ده كتاب كتبه هو من جهوده الفردية الخاصة، وكتب كتاب آخر سمى كتاب غير عقليتك، أيضا كتاب كتبه، وهو الآن شغال وناجح في عمله. ده كنموذج من الشباب التشادي الناجح. أمنة تجاني أيضا تشتغل في عندها جمعية، أسستها جمعية صوت المرأة، ودي جمعية أيضا حققت نجاح كبير جدا. أمنة شاركت في مؤتمرات دولية بتخص الشباب، شاركت في مؤتمر شرم الشيخ للشباب في مصر، في مؤتمر في روسيا، وشاركت في مؤتمر كذلك في الخرطوم،
شاركت في مؤتمر في جنوب أفريقيا، وكمان شاركت في المؤتمر الشبابي الذي عقد في العاصمة جمينة. فأيضا دول نموذج من الشباب الناجح. اليوم نتحدث معهم حول نجاحاتهم وحول الأعمال اللي بيشتغلوا فيها. بداية دعوني أن نبدأ مع الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، طبعا أنت عندك أكاديمية، في البداية تحدثنا عن تجاربك في الأكاديمية، أنشأتها وأسباب إنشاء الأكاديمية، والفكرة جاءت منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شركة AMS Holding هي شركة شهادية 100%، أسسناها أنا والدكتور عائشة نجم. الفكرة من شركة AMS عندنا كذا هدف نحن ماشيين عليه. الأكاديمية كانت بداية أول الأهداف، مرورا إلى دار OTB Out of the Box اللي هو تفكير خارج الصندوق. هذه الشركة الثانية اللي من خلالها انبثقت الكتب، تصاميم الكتب، التصميم الخارجي، نشر الكتب. هي شركة دار إعلان ونشر، ويلحقها الآن إن شاء الله في الفترة الجاية المعرض اللي حيكون في المملكة العربية السعودية. طيب نبدأ بالفكرة الأولى، كانت لإنشاء AMS Holding. الفكرة هي أنه نحن نقوم بشركة خاصة هدفها زي ما يقولوا يا بخت من نفع استنفع، يعني نحن نفيد ونستفيد. شركة تجارية في نفس الوقت نحن بنقدم عمل يفيد مجتمعنا سواء في الداخل أو في الخارج، يعني كجالياتنا خارج الوطن وفي داخل الوطن تشاد. فالأكاديمية هدفها باختصار شديد نحن نعد الكادر التشادي من الجنسين على أساس أنه نعده على أساس أنه يكون في طريق المسار الصحيح. يعني مثلا الآن أغلب شبابنا إذا طلع مثلا بيدرس في آسيا حيدرس باللغة الإنجليزية، إذا هو حيحتاج اللغة الإنجليزية. حامل الثانوية العامة إذا يحتاج تأسيس في اللغة الإنجليزية. أغلب الشباب لما يجوا في آسيا الآن تحديدا في الهند بيتعرضوا لعملية إنه المعاهد الآن أصبحت معاهد تجارية بحتة، الهدف منها الربح ليس الهدف منها إعداده اللي يكون يحوذ على اللغة الإنجليزية تساعده على إنه يحظى على يكمل مسيرته التعليمية في الجامعة مثلا. ضف عليها إنه أغلب حملة الثانوية العامة الآن سواء في تشاد او في يعني تشادين سواء في الداخل الوطن او في الخارج، ما اقول الكل لكن السواد الاعظم عنده مشكله ايش التخصص الانسب لي انا، ايش التخصص الانسب لسوق العمل اللي انا في الدوله اللي اعيش فيها او لوطني. فالمشكله هذه بتشكل اشكاليه بحيث انه طيب ولد فلانه وبنت فلانه درسوا التخصص الفلاني رجعوا لقوا وظائف، انا كمان خليني اعمل هذا الشيء. فبالتالي بيصادف انه في نص المشوار، هو في مشواره التعليمي يواجه طيب هذا التخصص ما يناسبني، اذا خساره بعد ما قطع شوط او بعد ما خلص. فبالتالي في AMS نحن بنهدف الى انه بنساعده في عمليه تخطي عقبه اللغه، في نفس الوقت ارشاده في 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 اتخاذه او في اختياره التخصص الانسب له، ومن بعد ذلك تسجيله في الجامعه او معهد العالي الانسب له. ضف عليها انه عندنا مشكله الشباب من الجنسين اللي لم يحظوا بنعمه اكمال التعليم مثلا وحصولهم على الثانويه العامه. هنا نحن نساعدهم في موضوع انه نقعد معاهم ونشوف اي جانب مهني مطلوب الآن أو يناسب قدراتهم، ونساعدهم على بعد تخطي خطوة اللغة إنه يختاروا التخصص الأنسب المهني فيتجهوا له فيتدربوا عليه فيحصلوا عليه في 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 على شهادة وعلى خبرة، بالتالي يحصلوا على عمل في سوق العمل اللي حيتجهوا له سواء كان في المكان اللي يقيموا فيه في المهجر أو العودة إلى الوطن. تمام، ده بصفة عامة كده للأكاديمية، لكن نرجع لها في ثنايا الحديث بالتفصيل. أستاذ عمنا، طبعا عندكم جمعية صوت المرأة، حدثينا بداية أن الجمعية دي شكرا. جمعية صوت المرأة هي جمعية صغيرة جدا في السن. تم تأسيس هذه الجمعية من قبل نساء قياديات في شتى المجالات، بيمثلنا تقريبا كل الأقاليم البلاد. وهذه الجمعية هدفها الأساسي توعية وتدريب الشباب والنساء للمشاركة الفعالة في عملية التنمية أو النهضة. جمعية اسمها صوت المرأة هي جمعية بتقص النساء، كل أعضاء الجمعية نساء، وبس إنه جمعية بتتعامل طبعا مع الشباب
الفئة العمرية بالنسبة لأعضاء هذه الجمعية كلها شباب، شابات، فتيات، قياديات موجودين تشاهدين من مختلف الأقاليم، هي خاصة جمعية نساء ونسوية. الفكرة جاءت منين؟ البداية لكل فكرة جاءت منين؟ أوكي، الفكرة في البداية كان مجموعة هذه السيدات أو الفتيات، هي فكرة إنه في أي واحدة من البنات هي كانت شاركت في مهرجانات وفي مؤتمرات مؤتمرات دولية أو في مستوى التشات مستوى الوطني. وبعدين الفكرة جات إنه في شباب أو فتيات أخواتنا موجودين في 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 تشات وليس لهم القدرة وليس لهم المقدرة لإنجاز بعض الأهداف، فكرنا في الموضوع وقلنا نكون جمعية ونسمي هذه الجمعية اسمها جمعية صوت المرأة، على أساس أن هذه الجمعية هي تنادي حماية وحقوق المرأة وتوعية المرأة وتدريب المرأة في لمشاركتها الفعال في عملية التنمية وفي عملية النهضة، نهضة التشات. تمام، حدثينا بس واحد واحد كنا نتحدث، يعني أي مشروع أنت لما تعمل في بداية تضع أهداف معينة، يعني الهدف الفلاني الهدف الفلاني الهدف الفلاني هو اللي خلانا أسسناها وأن إحنا دايرين نحقق الهدف الفلاني الهدف الفلاني، شنو الأهداف اللي من البداية خططوها والأوبجيكتيف كي شنو الخططوه من البداية عشان الجمعية تغدي في الأوبجيكتيف ده؟ الجمعية عندها أهداف كثيرة، من ضمن أهداف الجمعية عندنا هدف مهم، هدف تعليم. تعليم، هدف تعليم الفتيات. تمام. وخاصة تعليم الفتيات في الريف، ده هدف مهم جدا بالنسبة للجمعية. وعندنا هدف الحد في ممارسة العنف الممارس ضد المرأة. وعندنا هدف الحد في موضوع الزواج المبكر وموضوع رفع مستوى وكفاءات المرأة. تمام. كفاءات المرأة يعني رفع مستوى التعليمي والفكري والثقافي للمرأة، هذه من ضمن الأهداف الجمعية. تمام، بالنسبة لتعليم الفتيات في الريف، تعليم الفتيات في الريف ده أنت لما تضع هدف ما لابد عندك آلية لتنفيذ الكلام ده، الكلام ده بتنفذه مع وزارة التربية الوطنية ولا عندكم جهات دولية ممكن تعملوا فيها في مجال تعليم الفتيات في الريف؟ نعم، الجمعية الآن عندها مشاريع ومشاريع وعندنا طبعا شركاء، شركاء دوليين وشركاء في مستوى العالمي، سواء كان في المستوى الوطني مع وزارة التربية والتعليم، وعندنا شركاء بالمنظمات الدولية المتواجدة في تشات. عندنا مشاريع الآن في التنفيذ في الأيام الجاية إن شاء الله، وخاصة عندنا مشروع في بمناسبة الأسبوع العالمي، الأسبوع الوطني للمرأة التشادية واليوم الدولي للمرأة التشادية، عندنا برنامج أي عندنا مبادرة أو حوار بين الأجيال، من خلال هذا الحوار نعمل لقاعات توسية بين الشباب الفتيات والنساء القياديات، النساء القياديات اللاتي شاركنا بمشاركة فعالة في عملية تنمية تشات. وفي خلال هذا الحوار بين الأجيال في آخر يوم نعمل تدريب للبنات في عملية القيادة. تمام، كلام جميل جدا. أنا خلينا نتكلم باللغة العامية البسيطة اللوكال ديك عشان الرسالة اللي نقدر نوصلها للناس اللي بيشاهدونا وبسمعونا. أنت بتقول عندك شركاء دوليين في مجال مساعدتكم في تعليم الفتيات في الريف وكذلك وزارة التربية الوطنية. نعم. بتقوموا مدرسين او مدرسات خاصات كيف بمشي بعلم انا الاوين في الريف ولا ممكن عن طريق المدارس بس تدخلوهم المدارس النظاميه ويتعلموا؟ زي ما كلمتك في البدايه انه الجمعيه هي لسه تم تاسيسها، احنا في بدايه مشوار العمل، الان ابتدينا بموضوع بهدف انه هو التوعيه اولا التوعيه. تمام. احنا في 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 التوعيه الان بنوعي الاسر ما هو الهدف من إرسال البنت إلى المدرسة. في الأول إحنا في الفاصل عن التوعية، نوعي الأسرة إنه الهدف من إرسال البنت للمدرسة، بنوعي الأسر
وبنختار المناطق انه هو بيكون في عدد البنات في المدارس بيكون اقل. مثلا ممكن نلاقي في انجمينا الاسر كلها بترسل البنت للمدرسه، بس في مناطق في اقاليم في تشاد انه الاسر ما بترسل البنت للمدرسه. احنا بنتعامل مع وزاره التربيه والتعليم وناقص هذه الاقاليم او الارياف او المناطق انه هم ما بيرسلوا البنت فوق المدرسه. بعدين نمشي في المناطق دي بنوعي اولا الاسر الأم والأب، نوقيهم نقول لهم البيت لما نرسلوها في المدرسة الهدف شنو في المدرسة لما تمشي البيت للمدرسة، وبعدين الفائدة كمان شنو للبيت لما تكون في المدرسة. إحنا لما نتكلم مثلا مع الأسر بنتكلم في موضوع الزواج المبكر، هو سبب من أسباب عدم إكمال البيت للمدرسة. البيت لما تكون الأسرة بترسل البيت للمدرسة تكون في المدرسة في فترة بيجي لها تليب إنه يطلبها للزواج. وبعدين الأسر عندنا عادات وعندنا تقاليد هنا في تشاد، طبعا ما ترفض إنه البيت ما تتزوج، بيجوز البيت للشخص. وبعدين البيت ممكن في بعض الرجال يخلوا البنات بيمشوا المدرسة تواصل الدراسة، وفي بعض منهم يمنع البيت عشان ما تمشي تواصل في الدراسة. وبعدين احنا نطلب منهم عشان يقلوا البيت تواصل في الدراسه، انه الفائده بيرجع الثمار بعدين يرجع في الاسره نفسه، لو سواء كان الرجل زوجها او لابنائها، لو هي كانت خلاص اتزوجت ومشت من بيت امها ومن بيت ابوها. عشان كده نقول لهم لازم نوقوا الاسره في الاول عشان نقنعهم كيف انه البيت لو مشت المدرسه، وبعدين كيف تفيد الاسره في الاول تفيد اسرتها، وبعدين كيف انه تفيد المنطقه اللي هي قاعده فوقها. في بعض الاحيان نفوت في مناطق نلاقي انه ما في بيت متعلمه كامل، ما عجيب. في بيت متعلمه عجيب. لما البيت تمشي المدرسه ومتعلمه ممكن هي بذات نفسها تكون تساعد الاسره وتساعد المنطقه اللي هي قاعده فوقها بالقدرات اللي هي عندها البسيطه اللي هي تكون عندها بتكون فوق عندها. وفي بعض الاحيان نلاقي البنات او الاسر بيكون لهم الرغبه في التعليم، وبعدين العمر بيكون يعني خلاص هي عدت مرحله اللي هي تخش في المدارس الابتدائيه وتخش الثانويات وكده. عندنا برضو نظام بتاع تدريب مهني، بنعمل تدريب مهني بنعمل تدريب مهني، يعني نعلمهم مهن بسيطه انه هم ممكن يعني يتعاملوا فوقها في المنطقه اللي هم قاعدين، سواء كان في مجال الزراعه سواء كان في مجال الحرف اليدويه الخياطه والحاجات ده، ممكن نساعد برضو البنات عشان في التدريب المهني. نعم. كلام جميل. انتوا حاليا في مرحله، المهم نقول انتوا حاليا في مرحله التوعيه. نعم. الدراسه كان لسه ما وصلتوا، هسه حاليا ده توعوا الناس كونه الدراسه مهمه جدا يا جماعه للبنت. البنت نعم. مهما كان كل اذا كان تعلمت بتكون ناجحه وبتنفع مجتمعها. نعم. تمام. استاذ احمد بالنسبه للاكاديميه، يعني تحدثنا في بدايه الحديث انت قلت الاكاديميه من اهدافكم تدريب الشباب في اللغه الانجليزيه، يعني في شباب برغبوا يدخلوا كليات، والكليات دي سواء كليات علمية أو كليات أدبية، الناس بتعملوا باللغة الإنجليزية، واللغة الإنجليزية مهمة الإنسان الدائر يدخل في المجال ده. حدثنا من أسستوها لليوم، هل في إقبال في مجال تعليم اللغة الإنجليزية أو تدريب على اللغة الإنجليزية إن صح التعبير؟ في الواقع أنا في تشاد هسه يعني لغتين، اللغة الفرنسية واللغة العربية، بالإضافة إلى الناس اللي دايرين يمشوا يقروا برا، مثلا يمشوا يقروا في آسيا ولا برا، ده لازم تقرا تدرس اللغه الانجليزيه عشان تكمل جامعه او تتدرب بشكل مهني. فبالتالي الاقبال على اللغه الانجليزيه ليس بالدرجه اللي في اقبال على اللغه العربيه مثلا الدراسه باللغه العربيه والفرنسيه، ولكن في الاونه الاخيره الاقبال كبير. بالمثال مثلا الان الناس بيمشوا من تشاد بيقروا في الهند، في الصين، في ماليزيا، النسبة ارتفعت عن مثلا عن 2007. صحيح. الناس اللي في الخليج مثلا من زمان اصلا بيمشوا الهند وبيمشوا ماليزيا والفلبين. فالان في النسبة مرتفعة، العدد بيزيد. الأهمية لانه انت اذا ما اتقنت لغة ما حتتعلم اي حاجة. صحيح. في الجامعة او في، فالأهمية موجودة، لكن التعداد اللي مثلا يعني فهم هدف الأكاديمية إلى الآن، لأنه الناس بيقول لك خلاص أنا برسل ولدي ولا بنتي أصلا بيمشي يدرس في فلبين ولا في ماليزيا ولا في الهند، وبيمشي يقري اللغة الإنجليزية، خلاص لشنو أنا مثلا أرسله للأكاديمية.
الهدف هنا في الأكاديمية أن ولدك وبنتك أنت بترسله مثلا للهند مثلا بيجي قبل ما يجي مين قاعد هناك، فلان قاعد هناك، فلانة قاعد عليها، كلموها خليه يجي ياخذ من المطار، خليه يطلع له أدميشن أو يطلع له مثلا القبول بتاع المعهد. لما بيجي في إشكالية السكن، في إشكالية أنه يتعلم طريقة المواصلات كيف يمشي ويجي ياخذ المعهد الأفضل، البيئة اللي بياخذ وقت أو المعهد الأفضل صحيح، فبياخذ وقت ناهيك على أن الشخص أن أنت ماشي له ده هو أصلا طالب ما عنده زمن أصلا يضيع معك. نحن في الأكاديمية يعني بنوفر للطالب السكن، وجبتين في اليوم، والمدرس، والبرامج الجانبية اللي هي نحن نقعد معاه ويختار التخصص الأفضل أو 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 إنه التخصص أكاديمي أو مهني، نمشي معاه من الجامعات للمعاهد اللي بعد ما يخلص البرنامج. فالطالب في خلال الفترة الوجيزة هذه بيكون عنده الفكرة عنده وضحت. فهذا اللي نحن بنقدمه في الأكاديمية. تمام. الأكاديمية هي حاليا أنتوا الأكاديمية هي عبارة عن منقول عبارة عن مركز تدريب. مركز تدريب. مركز تدريب ما 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 هي دراسة أكاديمية بالمعنى، لكن هي مركز تدريب يعدوك في اللغة الإنجليزية، يعدوك في مجال الإعداد، في مجال الكمبيوتر، الميم الأمور المهمة اللي ممكن تؤهلك للالتحاق بالجامعة. جامعة أو الجانب المهني، أو إنه في نحن عندنا مثلا الآن 4 طلاب. في منهم 2 تخصصوا وخلصوا برنامج الجرافيك ديزاين واجناول على شهادات جاهزين لسوق العمل. تمام. وفي 2 خاضوا على كورس اللي هو ادخال البيانات في النظم، هذول كمان جاهزين. يعني 4 هذول اذا هم بيبحثوا عن عمل فيحصل على عمل الان من الان. تمام. في 3 شهور. تمام. في 3 شهور انت بتدرب الواحد في المجالات اللي انت ذكرتها دي. ما هي 3 شهور ما كافيه يكون واحد يتعلم فيها اشياء يتعمق فيها، ولكن على الاقل بيتعلم الاشياء اللي بتاهل لسوق العمل. على حسب، مثلا انا بقول لك الانجليزي الان نحن بندرسهم انجليزي، اغلب المعاهد الان في الهند 1.5 ساعة إلى 2 ساعة هذا اقصى شيء. نحن معاهم 6 ساعات في اليوم. دراسه مكثفه. مكثفه في اللغه. تمام. ناهيك عن النظم، يعني انت انه انت شخص يدرسك جرامر او الجرامر القواعد. هو قواعد اللغه وخلاص. لا، نحن عندنا نعلم مع الكادر التعليمي قواعد اللغه، ممارسة اللغة عبر طرق، منها انه عندنا برنامج اللي هو المحادثات، انه احنا نقعد نتناقش في مواضيع في البوك كلوب، انه يختاروا كتاب معين فياخذوا فيه له نوتس مع ملاحظات معينة يراجعها طول الليل، في النهار يجي يوقف باللغة الإنجليزية يمارسها قدام الطلاب زملائه ويتناقش معهم. عندنا السينما التثقيفية، عرض أفلام تثقيفية مترجمة باللغة العربية. عندنا برامج انتراكتيف اللي هو التفاعلي دائما، اللي هو انت ما بتاخذ في الكراس تاخذ شويه قواعد لغه وشويه لغه كلمات مفردات انجليزيه وتروح تنام وتيجي ثاني ساعتين وعندك 24 ساعه. لا، في ال 24 ساعه 6 ساعات نحن معاك بطريق متواصل ومتقطع بنمارس معاك. الطريقه في الاكاديميه جميله جدا، نحن الطلاب ساكنين جوا الاكاديميه. خذ بالك هي الاكاديميه وين هي في الهند. هي الاكاديميه في الهند في حيدرابات. الطلاب ساكنين جوا الاكاديميه، ما في حاجه انه انت تطلع من الاكاديميه او المعهد تمشي عند اصحابك تمشي هناك وتروح تنام، لا، انت جوا الاكاديميه اصلا. فالطلاب طول الوقت معانا نحن ومع الكادر التعليمي، بنقعد ونتناقش باللغه الانجليزيه ونتحاور. فالجو اصلا الجو الاكاديميه بيساعد، البيئه بتساعدك على انت انك تقطع مراحل في اللغه يعني بطريقه اسرع من انك انت بس تاخذ ساعتين في يوم ل9 شهور. تمام. خلينا الكلام ده نفصل، لان انت ذكرت كلمه الهند، والكلمه الهند اظن المشاهد ايضا ما فهم كلامك انت بتقصد بها شنو. الاكاديميه انتوا اسستوها. انت حاليا بترأس الاكاديميه. تمام. الاكاديميه دي قلت عندها فرع في الهند. الاكاديميه هي مقرها هنا في تشاد. الاكاديميه هي جزء من شركه AMS. شركه AMS هي شركه تشاديه مكون من الرئيس التنفيذي اللي هو انا، والمدير المالي الدكتور عائشة نجم، وعندنا كادر عندنا يعني نحن أعضاء مجلس إدارة الشركة كلنا تشاهدين الحمد لله. فالهدف من إنشاء الأكاديمية في الهند مثلا، لأنه الهند هي الآن المقصد يعني كمتوسط كبلد آسيوي يناسب مدخول ودخل الفرد التشادي عشان يرسل ولده وبنته عشان يدرس بالنسبه للمصاريف في المصاريف. فالاكاديميه في الهند، ناهيك عن انه الدراسه الجامعيه في الهند اصلا تحديدا مدينه حيدرابات كمتوسط الارخص من المدن الباقيه في الحياة. تمام. انا اللي فهمت من كلامك كون انتم فتحتوا فرع في الهند. نعم. اي تشادي عنده شهاده ثانويه بدور بيلتحق شهاده ثانويه او عنده اتجاه طموح انه يتجه للجانب المهني،
ده اللي ما عنده شهادة جامعية تماماً. ما هو أسهل حاليا نتكلم عن كونه شاديين عندهم شهادة سنوية بدوره بدرسوا في الجامعات الهندية. نعم. أول قبل ما يدرس في الجامعات الهندية هم مطلوب منهم يدرسوا اللغة الإنجليزية. فيسجلوا عندكم كونه يمشوا هناك في الهند أولا يسكنوا معاكم يأكلوا ويشربوا وتعلموهم اللغة الإنجليزية اللي تأهلهم لدخول الجامعة. جامعة. كلام مظبوط. الفرع الموجود هنا في تشاد. الفرع اللي موجود هنا حاليا في تشاد ده درب شنو؟ الفرع الموجود في تشاد بإذن الله سبحانه وتعالى حيبدأ عمله من سبتمبر القادم. حيشتغل على نفس المنوال اللي هو اللغة الإنجليزية والتدريب المهني. والتدريب المهني يعني زي ما قالت أستاذة آمنة هم أيضا عندهم التدريب المهني بالنسبة للنساء اللي ما تعلمن وما درست ممكن يؤهلون لسوق العمل. صحيح. المهنة اللي بيدرسوها شنو في المعهد؟ نحن الآن طبعا نحن الآن في عالم تكنولوجيا فبنخصصهم في المجال التكنولوجي وفي المجال الـ يعني حتى في الكتاب رسائل الأمة أنا ذكرت رعاية المواهب. إحنا عندنا في تشاد الآن في الشباب من الجنسين مواهب كثيرة لكن رعايتها وتنميتها ومساعدتهم عشان إظهارها هذا نحن بنواجه فيه صعوبات. فالهدف هو إعداد في اللغة سواء اللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. بعد ذلك نشوف معاهم في الجوانب اللي عندهم هم قدرات تتماشى مع قدراتهم. أي نعم حيكون في الكمبيوتر التصميم تصميم الأزياء في أشياء كثير حيكون إن شاء الله موجود ولكن الهدف الأسمى عشان نحن ننهض بأمتنا التشادية الآن رعاية المواهب. إيش من موهب يعني موهبة الطالب الشخص هذا الشخص من الجنسين إيش موهبته عشان نحن نرعاها عشان يبيض لنا زي ما بيقولوا البيضة الذهبية. فهنا السؤال. كلام جميل جدا. أعزائي المشاهدين طبعا أنا في بداية الحديث كلمتكم في بداية الحديث وفي بداية الحلقة كلمتكم أن إحنا عندنا شباب تشاديين أيضا عندهم فكر. شباب تشاديين عندهم فكر وعندهم قدرة وحيوية كون يشاركوا في تنمية البلد ودول الناس اللي قاعدين معي في الاستوديو دول نموذج يعني نجحوا في مجال القطاعات الخاصة والآن بيشوفوهم الدور اللي بيقوموا به أيضا دور فعال في مجال التنمية. أستاذ عمنا بالنسبة لكم طبعا الكلام اللي كلمناه في الجمعية ده كله كلام كويس وكلام جميل لكن في بداية الحلقة أنا أقول أنت كان سافرت في شاركت في مؤتمر شرم الشيخ للشباب في مؤتمر في روسيا في مؤتمر في الخرطوم ومؤتمر كذلك في جنوب أفريقيا. حدثين عن المؤتمرات اللي تشاركت فيها والفائدة شنو من المؤتمرات اللي شاركت فيها أو الخبرة اللي اكتسبتيها من مشاركتك في المؤتمرات دي. أوكي تمام شكرا. الشباب هو له دور مهم جدا في عملية بناء المجتمعات. صحيح. وهو عماد الأمة. الشباب هم عماد الأمة. صحيح. ولهم القوة والطاقة. ما كل الشباب بس في بعض من الشباب عندهم مهارات إنه المهارات دي أو القدرات دي تأهل الشباب عشان تقدم يعني خدمة للوطن. صحيح. في هذا الإطار أنا سافرت مشيت في أول سافرت في الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج اسمه برنامج الزائر الدولي في أمريكا. في أمريكا هذا البرنامج يتم الدعوة من خلال الولايات المتحدة الأمريكية من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. هو برنامج قديم جدا وشارك فيه أكثر من 500 أو 400 تشادي قبل كده في مجالات في برامج مختلفة. أنا شاركت في البرنامج تحت عنوان المرأة كقاعدة سياسية. كان تم مشاركتي مع 9 دولة. هذه الدول كانت دول عربية كبيرة جدا من يعني نسبة لتشاد. هي دول عربية كبيرة جدا معروفة. وأنا شاركت فوق أنا كنت الوحيدة المرأة من تشاد مشيت وشاركت في هذا البرنامج. وكنا في البرنامج كان زرنا 5 ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. الهدف كان منه يعني ترقية وتعزيز دور السياسي للمرأة. دور السياسي للمرأة. ما هو الدور السياسي للمرأة؟ المرأة لما السياسة هي التنمية أصلاً. السياسة هي أصلاً التنمية. صحيح. السياسة هي آلية من آليات الديمقراطية. المشاركة المرأة هي ساعات في بعض الأحيان بتحمل إحمال دورها السياسي. إنه الدور السياسي للمرأة اللي هي الدور ده بيخلي المشاركة السياسية للمرأة بيقلل المرأة إنه تخش أو تشارك في عملية
اتخاذ القرارات. صحيح. سواء كانت القرارات السياسية أو الإدارية ومشاركتها أو إدماجها في العملية السياسية. يعني إنه مشاركتها الفعالة في عملية السياسة إنه هي بتكون على فكرة وعلى دراية تامة اللي بكل شيء بيحصل في بلدها. هي بتحمي الوضع كله، الوضع العام في البلد، وضع العام في البلد. بتكون هي عارفة كل الوضع العام في البلد. وشارك في البرنامج ده واستفدت كتير. أول ما رجعت من الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هو برنامج زي ما قلت لك برنامج دولي وشارك فيه كتير في قسم قاس هنا في الوزارة، في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أنجمينا. هو القسم هو مختص بزوار الدوليين لهذا البرنامج. وبعدين نجي نعمل برنامج إعادة لهذا البرنامج في بلدنا. أي مشارك يرجع في بلده يجي يعمل نموذج للكلام اللي هو عشان يشارك الباقية الشباب أو البنات اللي ما مسوا شنو حصل في خلال البرنامج. طبعا أنا عملت إعادة البرنامج مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أديت التفاصيل بالكامل إنه برنامج أو مؤتمر إنه أخذ 21 يوم تقريبا 3 أسابيع. إنه استفدنا كثير منه، وما بنقدر نلخص الكلام اللي أنينا استفدنا منه. والكلام بما يخص الولايات المتحدة الأمريكية لخصت الكلام ده قبل كده في التلفزيون من خلال مؤتمر صحفي. صحيح. تم في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. بما يخص المشاركة في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، كان في شهر نوفمبر الماضي. أنا شاركت وكنت الممثلة الوحيدة لجمهورية تشاد في منتدى شباب العالم، وكان جاني دعوة خاصة من رئاسة جمهورية مصر العربية. تمام. من لجنة تنظيم منتدى شباب العالم، ومشيت شاركت في شرم الشيخ. مشيت شاركت في البرنامج، وكان منصة للحوار بين الشباب. وفي عدد دول المشاركة في المنتدى وتقريبا 46 دولة شاركوا في المنتدى. هدف شنو؟ هدف المنتدى انه هو تدبير او حل طرق انه هو بيخط استراتيجيات. أيوة. لحل قضايا الشباب. تمام. في شتى المجالات. وفي في في نفس المنتدى انه في محاور اساسيه لهذا المنتدى، انه كان في 5 محاور اساسيه. محور قاس لقضايا الشباب العالميه. وفي محور للتنميه المستدامه والتكنولوجيا المعلومات. وفي محور الحضارات والثقافات. وفي محور قاس انه لصناعه قاده المستقبل. وفي محور خامس انه هو بيتكلم في السلم والعمل والهجره الغير شرعيه للشباب. انه في الاونه الاخيره انه الشباب انه في هجره غير شرعيه. كل شباب الافريقي بيهاجر لاوروبا لامريكا بطرق غير سليمه وغير شرعيه. يتكلموا في الموضوع ده بالنسبه للهجره الغير شرعيه. وشاركت في مهرجان سوتشي. مهرجان سوتشي كان في الولايات في روسيا. كان عدد المشاركين فيه 20,000 شاب. عجيب والله. 20,000 شاب مشارك. 20,000 شاب من مختلف دول العالم. كان 188 دولة مشاركة. وأضخم مهرجان أنا شاركت فوقه. وفي 5,000 تقريبا متطوع. برضو الهدف من المهرجان كان بناء عالم نحلم به كشباب. تشابك أو الصداقة بين الشباب العالم، ولتبادل الأفكار، لتقاسم المشاكل أو التحديات. إنه أي شاب إنه تلاقيه في أفريقيا في شاب يواجه تحديات غير التحديات اللي يواجهها الشاب الموجود في أمريكا. غير تحديات الشاب اللي يواجهها في دول من دول آسيا. إنه الهدف من المهرجان كان إنه تشابك الشباب. تمام. تشابك الشباب ووضع استراتيجيات لحل برضو قضايا شبابية. إنه كل المهرجانات أو المؤتمرات اللي أنا شاركت فوقها بيتكلم عن قضايا الشباب العامة. وآخر حوار كان حوار رفيع المستوى لرؤساء
دول أعضاء الاتحاد الأفريقي، كان في بريتوريا في جنوب أفريقيا، كان شاركت فوقها، والهدف كان عنوان الحوار كان تعزيز دور وتمثيل الشباب في الحكم الرشيد. وشاركت أنا في الحوار كمتحدث في موضوع بيقص خلق مساحات عمل للفتيات. خلق مساحات عمل للفتيات. كان شاركت فوقها واتكلمنا عن قدرات المرأة، كفاءاتها المهنية، كيف يعني تدرب ونوعي المرأة أو الفتيات للدخول في المعارك، يعني مثلا العملية السياسية. صحيح مهمة جدا المرأة، إنه نقص عندها، نقص في الخبرة ونقص عندها في المرأة أمية، إنه بالأخص الأمية القانونية مهمة جدا المرأة هي أمية قانونيا، ما بتعرف حقوقها شنو، ما تعرف واجباتها شنو. اتكلمنا في مواضيع مختلفة جدا في خلال 3 أيام في بريتوريا. نعم. وأنا الخرطوم برضك مشابه. أنا الخرطوم كان مؤتمر خاص للشباب البرلمانيين العفارقة. تمام. يعني أنا من المؤتمرات التي شاركت فيها والندوات، سواء في أمريكا، في روسيا، سواء في الخرطوم، سواء في مصر أو جنوب أفريقيا، شنو اللي استفدتي حاليا ده ممكن تفيد به الفتاة الشادية؟ نعم، استفدنا حاجات كثير في خلال كل المؤتمرات أو المهرجانات اللي أنا شاركت فوقها. ونقول للمرأة أو الفتاة الشادية المتعلمة إنه لازم تقوم وتدخل في المعارك مع الرجال، لازم يعني تطالب عن حقوقها، لازم إنه ما تقولي إنه المرأة لها مجال مهدد فقط. مثلا إنه نلقى النساء في تشات تقريبا الأغلبية منهم موظفات، بس بيكونوا في مناسب أو في مجالات بسيطة جدا. صحيح. أنا نطالب من المرأة الشادية أن تمشي للأمام. أيوة. للأمام في المقدمة. في المقدمة المرأة ممكن توصل لمناسب عليا في البلد. صحيح. إنه رئيس الجمهورية دائما ينادي المرأة وينادي الشباب، يقول لهم هم الركيز الأساسي لهذه الدولة. عشان كده أنا نطلب من أختي التشادية ما تقول عشان خلاص هي لو اتوظفت مرة واحدة ولا كانت صارت معلمة أو انفرمير في الأوبيتال خلاص تقول أنا خلاص ده بس مكاني نجيب فوقها. أنا نطالب من المرأة الشادية أن تمشي للأمام. جميل، أظن الرسالة وصلت. أستاذ أحمد، أنت كتبت كتابين جميلين جدا. أنا اطلع على الكتاب الرسائل إلى الأمة، وكذلك رسالة كتاب غير عقليتك. حدثنا عن الكتابين دول والأسباب اختيار العنوانين، يعني غير عقليتك. كل شخص لازم يكون عنده أهداف في الحياة، وفي سلم ماسلو، الهرم ماسلو الاحتياجات، احتياج تحقيق الذات. فبالنسبة لي أنا لسه إلى الآن في طريق العلم، ما وصلت لمرحلة النهائية ولكني في طريق العلم، فحبيت أني ألخص كل شيء استفدته بالذات لأني أنا تشادي. صحيح. وولدت في المهجر في السعودية، وعشت في تشاد مدة 10 سنوات، فعندي نظرة للناس اللي في المهجر وفي الداخل. فحبيت من خلاصة الشيء اللي تعلمته والمشاكل والتحديات اللي بنواجهها في مجتمعنا التشادي، إني أضيف إضافة بسيطة جدا في مساعدة نهوض مجتمعنا. فبالتالي لما نطالع الفرد، هو جزء الفرد هو أساس المجتمع، أو يعني كل فرد فينا هو لبنة من لبنات هذا المجتمع أو الوطن. فبالتالي لابد إنه نحن نساعد في نمائه. فالثروة الوحيدة، يعني الاقتصاديين من بداية الزمن إلى الآن اتقلبوا في 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 الثروات والموارد، بس أهم، كلهم اتفقوا الآن إنه أهم مورد أو أهم ثروة هي ثروة الإنسان، فلابد بناؤه. فبالتالي كان كتاب غير عقليتك بداية، وطبعا بداية في سلسلة 5 كتب، بقى 4 كتب إن شاء الله قادمة. أصدرت، هي جاهزة، ولكن الفترة نختار الفترة الأنسب عشان تنزل إن شاء الله للقراء. فغير عقليتك زي ما نقول، إذا أنت بتبدأ تتجه للتغيير،
لابد انه انت حيكون عندك قاعده صلبه صحيح. عليها تبني صحيح. فلازم نعمل ميزاجور لعقلياتنا اللي سواء احنا في الداخل او في الخارج. يعني انا عن نفسي انا مولود في الخارج وعش في تشاد، فعندي نظره للامر بشكل يعني صحيح مدمج. فانا بشوف انه نحن دائما عقليتنا كلها دائما مد الحافك على قد رجليك. نحن كتشاديين يعني الحمد لله يعني التغير الموجود الان الحمد لله يعني ماشيين على البركه. يعني العقليه المتحجره دي كونه الانسان دائما ينظر الى كونه هو بسيط دخل لابد يعيش بسيط، بسيط معناه هو فقري لابد يعيش فقري. العقليه دي غيرها شويه فقري، او انه وضعنا كتشاديين كل مكان في العالم انه ايوه نحن يعني متوقعين شنو اكثر من كده. لا بالعكس، اثبتت انا اديك مثال تنمية بشرية على الاقتصاد 1960 نحن حضنا على استقلالنا. فترة حازت دول مثل ماليزيا وسنغافورة في نفس الفترة استقلالها. وكانت يعني لما تطالع في الصور، انا عندي صور، لما تطالع في الصور القديمة عن جيمينا وفورلامي كانت اجمل مظاهر التمدن، مظاهر التقدم. وقت استقلينا كانت ناهي، بينما لما تشوف ماليزيا وسنغافورة كانت يعني في 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 اوضاع اقتصادية واوضاع معيشية صعبة جدا في وقتنا ذاك. ولكن الان سنغافورة وماليزيا من الاقتصاديات المتقدمة في العالم. لماذا؟ لانه هي استثمرت في الانسان. صحيح. عرفت انه افضل استثمار او الاولى استثمار المفروض ان يستثمر عشان تبني امة هو الانسان. صحيح. لذلك الكتاب غير عقليتك بداية هي قاعدة صلبة زي ما قلت، عشان نغير من عقلياتنا ومن الأشياء المترسبة هنا إنه نحن يعني ما حنقدر نعمل، أو نحن بسبب وضعنا الحالي بوضع أوضاعنا السابقة، الحروب ما إلى ذلك، عدم الاستقرار، العنصرية، القبلية، مشاكلنا نحن لابد نغيرها، لابد نغير عقلياتنا. لا تقول لي أنا بغير تشاهدين 13 مليون كلهم مثلا. ابدأ بنفسك. أنت لما تغير من نفسك للأفضل بالتالي حتساعد غيرك حتكون مثال لغيرك. صحيح. لا بد ان نغير عقليتنا المتحجره هذه، اللي نحن ما نقدر نكون اي شيء ادنى من الان، ادنى من سنغافوره او ماليزيا او اليابان، بل يا جماعة نستطيع. يا جماعه الكلام ده كلام واضح مفهوم، يعني غير عقليتك. عقليتك الجامد الزمان كون انت معترف كونه فقري تعيش فقري، ولا جاهل تعيش جاهل. العقليه دي غيروها شويه. تمنى يعني حتى في الإسلام بيقول لك إذا تمنيتم الجنة فتمنى الفردوس الأعلى. يعني أنت دائما غير عقليتك. الرجل ده ونموذج، الرجل ده ولد في السعودية وجي في تشاد وتعلم وتخرج، وداوى حاليا يعني يمشي بخطى ثابتة نحو التقدم، وكتب كتابين لذيذين جدا. يعني واحد ما يقدر يقول لي من بعد اليوم كونه ان احنا درسنا في تشاد وتعلمنا في الجامعات التشاديه وبالنسبه لنا ما اتيحت لنا الفرصه عشان نكون ناس نابغين. داوا يا جماعه، واحد تعلم في تشاد وبيجي نابغه. البنت اللي جنبك دي شابه تعلمت في الخارج وايضا ابدعت. يعني اثنين مختلفين، واحد ولد في تشاد تعلم في الخارج اصبح نموذج يحتذى به، واحد ولد في الخارج جابوه في تشاد تعلم ايضا داوى، هو الان يقول لكم انا تعلمت في تشاد وداوى ماشي في الطريق الصحيح. بالنسبه لرسائل الامه ايضا عنوان كتاب ثاني ايضا حضرتك طبعا كان بعد غير عقليتك مفروض في 2 3 4 5 عشان نحن ننجح. السلسله استاذ علي، السلسله ما هي كتب كتبت وخلاص نقرا، السلسله نحن نغير من عقليتنا. كيف نغير من عقليتنا؟ 1 2 3 4 5 6 الحمد لله سويت ميزة جور، اعاد ضبط مصنع، عقلك جاهز انه يتغير للتغيير. بسم الله حديك الكتابه، حنعطيك يعني الكتابه الثاني والثالث والرابع والخامس عشان تتغير، عشان كلنا نسير البني ادمين الجاهزين عشان ننهض ببلدنا. تمام. فهمت؟ انت في كتاب رسائل للامه. تمام. ده الكتاب المفروض ما ينزل الان، كتاب فكري، وانا بديت فيه 2007 في طريقي الى تشاد. انا بديت فيه اكتبه في طريقي وانا في الطياره جاي لتشاد. يعني انا عندي ايوه عندي تصورات معينه عن الكلام. طبعا في 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 السعوديه يعني مثلا كنا بنسمع عن الولد لما بيعمل شيء خطا او البنت اذا ما بتقعد ساكت ما بتقعد في البيت انا حرسلك تشاد. التشاد دي زي ترابورا ولا شنو. فانا وانا على فكره جاي تشاد باختياري الشخصي، لانه انا ابوي وامي يعني عندهم المقدره ما شاء الله تبارك الله. انه يعني كنا بنقول انه نتكلم على ماليزيا والهند وكندا. الناس راح تدرس هناك. لا لا انا والديني بيقولوا لي يعني الاختيارات كانت كندا، ماليزيا، الهند، ان انا ادرس بعد ما حصلت على الثانويه العامه. سبحان الله انا عندي يعني سبحان الله عندي توجه من البدايه انه انا بشوف تشاد. عندي
عندي كيوريوسيتي يعني عندي يعني ابغى اشوف ابغى اعرف بلدي هذه ايش هي كيف هل زي ما بيصوروا لنا هي او هي زيها زي البلدان الثانية والرغبة جابتك تشاد سبحان الله أنا اخترت من نفسي أني أنا رحت تشاد وجيت تشاد فمن بديت رحلة في تشاد وأنا في الطيارة عندي تصورات معينة بعد ما نزلت بعد ما عشت فيها وشفت كل شيء فبكتب في طول السنين من 2007 إلى 2017 لأنه لو في البداية لو تشوف موضوع الاقتصاد من الاقتصاد اتكلمت على مواضيع حالية كان في وقتها فالكتاب انتهى الحمد لله في 2017 فالكتاب عبارة عن رسائل لكل تشادين من رأس الهرم رأس الدولة إلى يعني الناس اللي نقول في الكراش الناس البسطاء تمام أنا نقتبس من كلامك ورسالة إلى الأمة أنت كتب من ضمن ما احتواه الكتاب كونه من ذائلة القائمة إلى أعلاها بين قوسين تركيا وكذلك ذكرت منه بطارية أفريقيا والعالم تشاد حدثنا عن السر العنوانين طبعا هذه أشياء اللي موجودة عناوين موجودة في الكتاب حبيت أن أنا أتكلم في البداية رسائل للأمة رأس الهرم للناس البسطاء كل واحد مع مثلا بالعربي الفضيح كل واحد يتحمل مسؤوليته يا جماعة ما هو مثلا عندك إذا تركيا زينا النظام السياسي إلين قريبا كان زينا مثلا أوكي كان عندها مشاكل فساد إداري زينا كل هذا مع هذا في 10 سنوات أصبحت دولة صعدت كانت في ذيل القائمة في ذيل القائمة وصلت للعدة كيف وصلت عبر سياسات معينة انتهجوها موضوع موجود في الكتاب بطارية العالم تشاد هذه رؤيتي أنا للمستقبل إنه نحن نستفيد من كمية الشمس اللي موجودة عندنا والصحارى اللي موجودة عندنا عبر إنه نحن نستثمرها عبر إنه نحن نعمل ألواح شمسية نختزن الطاقة هذه ونبيعها. يا جماعة كلام جميل جدا أنا معجب. أنا معجب بالكلام اللي مكتوب في الكتابين وكذلك معجب بالشباب اللي معايا الشباب اللي معايا بيتكلموا كلمات يعني فيها طموح فيها روح الهمة فيها العلو في ناس بتتطلع كون الشباب التشاديين كلهم لابد أن يصبحوا شباب قياديين في هذا المستوى أستاذ عمنا بالنسبة للمخرج يشير إليه كون الوقت أوشك الانتهاء والأسئلة كثيرة جدا موجودة قاعدة هل عندك إضافات كلمات أو بعض الأشياء كده ممكن نختزلها في الحلقة أو رؤوس أقلام كده نختم بها الحلقة أوكي تمام بما تخص الشباب عندي بعض التوصيات أو المقترحات للجهات المختصة أي الجهات العليا للبلاد إنه يأخذوا بالهم عن بعض النقاط لعملية إدماج أو مشاركة الشباب في العمليات أو صنع القرار وإنه في تجارب دولية إنه في بعض الدول الأفريقية أو دول العالم إنه في تجارب إنه الدول بتقوم بتمويل أو تشجيع المبادرات الشبابية صحيح. زي ما تكون عشان الشباب يكون شباب مستقل إنه ما يكون دائما يلجع للوظيفة العامة يكون هو بيخلق فرص عمل لباقي الشباب إنه ما دائما يكون الشباب إنه زي ما أنت قلت في البداية يرجع دائما يطلب من يدور التوظيف يدور يخش في الحكومة يدور يعمل يعني نفس المشوار اللي كان اتخذ من الناس القدام أنا نطلب من الحكومة تشجيع مبادرات الشباب ودعم الشباب والمنظمات الشبابية وبذل جهود قوية لتعزيز خلق فرص العمل والوقوف في جانب التطرف أو الانقراض لبعض المنظمات مثلا المنظمات الإرهابية هم بيستقلوا الفرص وأن الشباب إنه عاطل عن العمل والشباب إنه في بطالة إنه بيجوا بيقدموا يستقلوا الشباب ويقدموا لهم حاجات أحسن عشان الشباب ينقرض أو ينحرف معاهم ويمشي معاهم عشان يعمل حاجات ووضع عاليات لدب الحجرة الغير شرعية وتوفير التعليم الملائم للشباب وتشجيعهم وتشجيع الشباب في عمليات البحوث الجامعية والعمل على إنهاء الصراعات أو
النزاعات الموجودة بين الشباب في المستوى الوطني. إنه في نزاعات وفي صراعات بتكون داخلية صحيح. بين الشباب في سواء كان هنا في نجمينا سواء كان في الأقاليم، إنه في نزاعات للسلطات العليا أن تدع أو أن تقود تنهي هذه النزاعات أو الخلافات اللي بيتم بين الشباب نعم. وإيقافه الشباب اللي هم من بعض الجرائم. مثلا في شباب انه مدمن انه بالمخدرات وبالادمان وبمثلا الاتجار بالبشر والكلام ده كله، ممكن السلطات العليا ان تاخذ بالها وان تاخذ جميل كلام جميل جدا. انا الوقت انتهى، والا كان لدي اسئله كثيره جدا، وكلامكم كان جميل جدا، واليوم نورتوني في الحلقه، نورتوني في الحلقه، وكان نفسي نتكلم معكم اكثر، وان شاء الله سنلتقي معكم في حلقات اخرى من برنامج قضيه الحوار. ايها الساده المشاهدون، الى هنا ناتي واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج قضيه للحوار. وطبعا اخر كلمه نختم بها الحديث هي غير عقليتك، غير عقليتك كما ورد في كتاب الزميل احمد محمد صالح. ما دائما ان احنا نقودوا للوظيفه العامه، لابد نغير عقليتنا شويه، لابد ننشئ مشاريع خاصه حتى ولو بحاجه بسيطه جدا، لابد نحن نعمل علاقات مع المنظمات الدوليه، نعمل علاقات مع الشركات الدوليه. اليوم طرق نعمل بها علاقات موجوده، الانترنت موجود، وكل شركه في العالم او منظمه عندها عنوان، فلابد ان احنا نغير عقليتنا من الشيء القديم. ضرب لكم مثل، قال لكم في بدايه الاستغلال عام 1960 ماليزيا وتشاد كانوا في نفس المستوى، بل تشاد كان أبنيتها أحسن، لكن اليوم شوفوا ماليزيا، شوف كولا لامبور اليوم، شوف سنغافورة اليوم، العالم تقدموا، العالم غيروا عقليتهم. لابد أن نغير من عقليتنا الجامدة دي. اليوم كان حجي اللي زوركم يقول خلينا أنينا ما تشادين بس دي ما تشاد بس، العقلية دي لابد تتغير يا جماعة، لابد ان احنا نتمنى لبلدنا التطور، نتمنى لبلدنا ان تصبح في القمه، تصبح زي دول العالم، ان احنا ما مقصرين اليوم، بلدنا ما شاء الله اليوم عندها الشيء اللي تؤهلنا به. في ختام هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر ضيفي فيها هما الاستاذ احمد محمد صالح، كاتب وناشر في المجال الاجتماعي. شكرا استاذ محمد صالح. شكرا، شكرا لك وشكرا لتلفزيون تشادي. كما نشكر الأستاذ آمنة تجاني يحيى رئيسة جمعية صوت المرأة. شكرا أستاذ آمنة. شكرا لك أستاذ علي للإضافة. أشكركم على حسن المتابعة، وسنلتقي بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته. شكرا.